يقول لك اختي اللي تلف يشد الارض وسلو اختي كيبغي يدلك. قلت نهبط في حالي اختي الارض باش نزعم عليها اختي باش نغلبو اختي ما يغلبنيش. المهم طحين 2 كيلو ونص ديال الطحين بالنسبه للبنات اللي غتدخلوا جداد تقولوا لي كاوتر فينا هما المقادير، رانا حاطه لك اختي الفيديو اللي قبل. انا اي حاجه كنحط لكم الفيديوهات. صافي هنايا درت الكاوكاو واللوز اللي عندي مقليين وام هرمشين هنا صافي دابا وخلطتهم مزيان. شو خلطت باش الطحين كينسجم مع كل شيء. صافي دابا هنا كندير البخاليني ديال اللوز ديال الجنجلان وديال الكاوكاو. راك شفتوا معايا شرحت لكم كل حاجه خدت منه وطحنتهم مزيان 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 حتى ولاو جاريين هكا. هادو كيعطيوني التعليكه وكيعطيوني البنه. صافي درت هنايا النافع وحبه حلاوه ثلاثه المعالق تقريبا. هنا بالنسبه للقرفه درت ثلاثه المعالق كبارين ديال القرفه. درت هنايا المسكه حره اللي نزيد قبيله ها هي طحنتها مع السكر. وها هي الكوزه، كنقول لكم ها هي الكوزه. صافي حكيت نص كوزه وحده حكيت النص ديالها. صافي باش كتزيد حتى هي كتطلق ليا. هو سلو كل ما طال، علاش انا خلطته هنايا على بكري باش يطلق ليا. كل ما تخلط على بكري كل ما كيعطي البنه ديالو الصراحه. صافي درت إلان ضروري من إلان. هنايا عندي علبه ديال السكر كلاصي، هذيك فيها نص كيلو، هذيك فيها نص كيلو جاتني هي هذيك مع هذا العبار هذا. بالنسبه للزبده ها هي الزبده راه محيد منها الحليب، محيد منها الحليب، راه نص كيلو تقريبا كتبقى فيها ربعه. صافي دابا كنبقى ندف هنايا شويه الزبده وشويه ديال هذا ديال الزيت. نسيت ما قلت لكم شي خوتي قبيصه ديال الملحه ضروري كنعلو بها الشيطان، ضروري قبيصه ديال المليحه. وكنبقى ندف شويه الزيت شويه الزبده حتى كيدلك ليا مزيان وكيعطيني الطوع. وصافي كنعرف راه ما خاصو لا زيت لا زبده. صافي كنضيف ليه الزنجلان حبوب وداك الحبوب ديال اللوز. ولا عندك شي كتاف اختي باني عندي هنا ولا اختي الفم اختي تبقاي عليا الله وريني شنو داير اختي. دراعي راه تنطلع عليا بدليك ما نكذبش عليك. واحد الفقي الفقي ديال الجامع جاي دور انتي مالك؟ والو ما ماليش انا راه مخزون حتى كتبع الهوته كتخزن حتى كتجي الهوته تقولي اجي قلب يلا بالنسبه خليني تذوق وانا نشرح لهم. من بعد راك شتوني ضفت الزنجلان وعاود دلكت اخر حاجه اللي كنضيفها هما داك الحبوب ديال اللوز. اخر حاجه عندهم شوف والله اختي تنوض عندك هانتي شوفي سلو كي داير مقوم نورماني والله الحمد لله. خليني نوري الحبانه في القناه انا اختي تان قادو لك. دابا والله ما عرفتش واش نقادو لك في الطبسيل نزوق لك زعما كذاب ولا تنغدى اختي نوض ارتاح. ولا انت تقوم في البانيو او في البانيو كنخليه يبات في البانيو يبات في البانيو واش كيطلق مولفه والله الا كنخليه بعد مره نهار يومين في البانيو كنغطيه بالسلوفان باش كيطلق داك الكون كله كيطلق بعضياته. شوفي يا اختي شوفي نعم صح هذا مخلاتي كيقلمكش بالحلاوه دغيا. تقريبا درت فيه نص كيلو ديال داك الحك ديال السكر كلاص فيه نص كيلو. هذاك ما زدتش عليه بهذا القوام هذا ما جاش حلو بزاف حيت انا كتعرفوا كنشربو مع اتاي. انا اختي هذا السلو ديالي تسناي اختي من بعد نقادو لك في الطبسيل ونزوقو ليك وندير لك يا اختي البريستيج. ها اختي سلو الريحه ما نقولكش عليها. انا بعد مره كنضيف ليه معلقه ديال الزهر بغيتي اختي ضيفي هذا دابا بغيتي اختي استغناي عليا معلقه فقط. ما نقول لك رابعه ما نقول لك نص لتر معلقه كتعرفي شنو هي معلقه. كبه خفيفه ديال الزهر كتزيد كتعطي داك البنه وكتطلق مع القوام. ايوا اختي هادشي اللي كاين نوض اختي نغسل دابا يدي. شوف من هنا يدي باش تعرفوا شوفوا العريك شوفوا شحال حمرين هنايا بالعريك.
عرفتي عركتو 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 مزيان. ايوا اختي هادشي اللي قدرنا عليه الله. سلو اختي اللي تنمروا عليا عليه قال لك ويلي كاينه شي سلو يا اختي بالكاوكاو سلو ما كديرش فيه الزيت واش انت دايره واش انت فاعله سلو اختي راه كدير فيه غير الزيت البلديه راه ما كديرش فيه الزيت روميه. انا ما كناكلش الزيت بلديه من غير نغمس فيها في خبيز باش نديرها في السلو ما كتعجبنيش اختي الكو ديالها. انت ديري انت ديريها اختي ديري فيها اختي الزيت البلديه وديري فيها اختي العسل الحر وديري فيه الشعير وما تخلي اختي ما ديري فيه. انا بارطاجيت معاك السلو ديالي اللي ما كاينش اللي ما كيدوقوش عندو كيقول لي كوتر شنو دايره فيها راه بنين شي اللي بارطاجيت معاك وراه غير من نظره غير من نظره والتعليقه راه غادي يبان لك واش اختي سلو ولا ماشي سلو. المهم انا قديتو لك هنا في التفصيل عطيها ماما عطيها قديتو لك حيت حنا فوزان ولا في جباله ملي كتكون نافسه كيقدموا هكا هكا كيحطوا الطبسيل والمعلقات والناس كيدوقوا ضروري اختي النافسه اختي سلو. البانو ديالي ها هو شوفي اختي معلق عامر بالقوان عامر باللوز دايره فيها اختي جوج كيلو ديال اللوز وغير كيلو اختي ديال الكاوكاو هما يطيبوا لي سي بوا بسم الله. واحد البنه ما عندي اختي ما نقول لك وخلاص. المهم انا اليوم وجدتو وحضرتو وبارطاجيت معاك الوصفه عجبتك طبقيها ما عجبتكش اختي ديري الوصفه ديالك ديالي دابا غادي نديرو اختي في السطايل ديالو ونخلي اختي اللويزات هذا هو تنزوقو بهم وهذا الشيء اللي كاين واختي تسنيني باقي الشباكيه وباقي البراوات وباقي المحنشات وباقي بشناخ واختي تسنيني. ايوا ما تنسينيش اختي بريسك ليكسبلور واللي ما دايرهش ابوني اختي ديري لنا ابوني الله يسهل عليك. الدجاج اختي ديال بسطيله وديال رمضان انا عاد دخلت اختي من المارشي نهار كامل اختكم كازا طوطح كوتر ما تخرجيش ما تخرجيش خرج انا ومزابي وماما درنا في المارشي تسارينا. المهم تقضيت داكشي كامل اللي خاصني المهم جبت هنايا الدجاج اللي غادي نحتاجو لطويج معاك ان شاء الله هما جبت هنا بعد دجاجات كبار وحده غادي نقادو بها البسطيله ديالنا زعما صوب البسطيله طلعت صغار اشنو وانت ما باقي اختي غادي نردو كتعرفي طويج المهم خبرت راك المهم جبت ربعه كبار ايوا اختي عاوتاني وليت سالا ونجيبو عاوتاني خدام اخرين. هادو اختي خاصهم دابا خبر فراسك فيطا وهنايا ماما خدات هاد الحجابات هادو هاد خدات هاد الكحال خدات هاد الخديدات المهم دايرين 3 اورو في المارشي مزيانين الثوب ديالو خدات هادو. هنايا خديت اختي الويمينات بغيت ندير فيها عندك بغيت ندير فيها كنحتاجها وغادي نبارطاجي معاكم اختي بوحدها ديري اختي كملي كيلو كملي كيلو اختي غادي نبارطاجي معاك شي حاجه زوينه اللي غادي تصلح لي خوتي تا الحشوات ديال رمضان. خديت هنايا الشيبس للدراري خديت لهم الكاطو حيت درت حتى الماكلات وما درت قضية المارشي جبت مطيشه حيت عاد كنت مقضيه من عند تركي الوينينات جبت اختي هنايا شي فلور جبت بنيجيلات اختي الحوارات باغا اختي الكاسكسو اختي ديما ناسياها ديما ناسياها جبت اختي الفلفله هذه واخا راه باقا عندي الفلفله اللي جبت مع التركي هذه انا باغاها تستعمر اختي باش نبارطاجي معاك الوصفات ديالهم هنايا. ايوا خوتي جبنا الوينينات جبت هنايا العصير هذا كنحتاجو في الطحين جبت لهم هاد البسكويت هاد المالح كيبغيو ايوا الكاطو اللي كيبغيو كتعرفي اختي دابا حنا راه عندنا العطله والوليدات دابا مساعة غادي نخشو راسو في البلاكار درت لهم اختي ستوب هنا الكاطو باش باش بغيت تبارطو مني كتحمقهم هنا مطيشة سوري جبت لهم هنايا البواطا كيحما فوقيا كيحما فوقيا وين جبت هنايا السميدة جبت جوج ديال السميدة ديما كنبغيها تكون عندي في الكور البغيات الحريشة وهنايا كما قلت اختي درت لهم ستوك ديال الكاطو. ايوا هادشي اللي كاين وباقا اختي معرفتش شنو باقي لي خور ولا ناسية شي حاجة هادي اختي سيري نتغدى اختي وعاد نبارطاجي معاك هنايا واحد الحويجات اللي غادي تحتاجيهم في رمضان.
القوام ديال البطاطل وديال لينيم اللي غادي نحتاجهم في رمضان ان شاء الله اختي. ملي خرجت اليوم مشيت للبلوان المارشي دزت اختي عند الشناوه خديت داكشي اللي غادي نحتاج. المهم خديت هاد الورقه هادي دابا هادو غنخشيهم في الكونجيلاتور حيت هما اصلا كانوا في الكونجيلاتور باقيين جامدين غادي نرجعهم للكونجيلاتور ملي نبغي نخدم بهم راه غادي يجبدهم. خديت هاد الخضره هادي اللي كتكون فيها 40 ورقه وتبارك الله هادوك المحينشات كيجيو ياسر غادي نديرو بهم حتى المحينشات المعسلين حيت هاد الورقه المحينشات المعسلين ما كيتقطعوش فيها فطافي ما تقدريش تقدي بها المحينشات حيت الورقه كتشرب ملي كتجي تلويها باش تبرميهم المحينشات كتقطع الورقه. خديت عاوتاني هاد الزرقه كتكون فيها 50 هادي صغر من هادي شويه كيك وخديت هادو فيها 40 وحده هادو ديال السيجار هادو ديال السيجارات الصغار اللي كيجيو هكا صغيورين كيجيو بالدجاج المهم غادي تتابعيني اختي في رمضان والله يرحم ليك الوالدين. اللي كتشوفي اختي هاد الفيديو عزيز عليك كاونتر ديري اختي ابوني وكثري لي حركه الاكسبلور حيت اختي راكي غادي تستافدي معايا. هنايا خديت دابا المهم هادشي اللي غادي نحتاج في 10 ايام من الاولى ولا 15 يوم من الاولى كتعرفوا اختي 15 يوم الاولى راه كنكونوا ناضين كناضين اختي 15 يوم الاخره شوفي راه حنا كاملين بلا ما تجي تبقاي تعاوتاني تعيبي عليا في الكومونتيرات كنبداو اختي كنقلبوها مرقه ونقلبوها طواجن المهم داك المعمر وداك الشيء راه كيكون عاف عاف الاول كاينه اختي اللي كتبقى حتى الاخر ولكن اختي في الاخر كنعياو ما نكذبوا على الله صافي كتعياي شنو نوجد للفطور شنو نوجد للفطور كتقول يا ربي في الوقت اختي نرجعوا عاوتاني نوجدوا على الغداء قلبي عدس وقلبي لوبيا والحوس رجعوا اختي للقطاني ديالي. المهم خديت من عندهم هاد الورقه هادي ديال هادي خديهم عند الشناوه صراحه زوينه تقريبا بحال ديال المغرب تماما اللي كناخذ من سيبيري غليظه شويه. المهم خديت من هادوج كدير ثلاثه الاورو 50 الباكيه هيا ثلاثه لا 4 الاورو 3 اورو 95. المهم خديت منهم جوج كيبقى وقتي عندي صوكور في الدار هادو ضروري هاد لي صوص خاصهم يكونوا عندكم بالخصوص في لينيم ديال الحوت ولا في البساطيل ديال الحوت. خديت هنا الزيت ديال لي زويتر ها هو ديروا لو كابشيل ديكرو وسيروا خذوه من هادو كيبيعوهم غير الشناو المحلات اللي كيكونوا غير ديال الشناو. وخديت هاد المعجون هذا ديال الكروبيت الاحمر المعجون ديال الكروبيت يعني واخا الا ما كانش عندك الحوت ولا شي حاجه بغيتي تقادي لينيم تقدري تاخذي غير معلقه من هاد التخربيق هذا كامل وكيجيو فيهم المذاقات ديال الحوت. هادي لاباس ديال الحوت هذا الزيت ديال لي زويتر هادو غنحتاجوهم في رمضان ان شاء الله. خديت هنايا صوص صوجة خديت هادي كتكون ثقيله شويه كديري منها شويه كتعطي وكتكون مخلطه حتى الكونتينيو الكحل. وخديت هاد الصوص هادي هادي مزيج ديال لي صوص هادي اللي كيكون فيها هاد البوندا هكا واعره البنات واعره كيكون فيها شويه ديال الحر ماشي بزاف. المهم هادو خذوهم حيت غنحتاجوهم اختي في رمضان اللي باغا اختي تبعني وتقادي باش نقادو اختي لينيم ديالنا ونقادو كلشي ديالنا. هادو اختي كتخلطي بهم ولا كتاكلي معاهم لينيم كيكون اختي حارين شويه هادو فاش كتغطسي لينيم وكتاكليهم وكديري حتى معلقه مع الحشوه الا لاحظتوا هادي كدير اورو 95 الا لاحظتوا انا خديت غير كونتيتي صغيره يعني هكا باش ما يكونش عندي الضايع بزاف فهمتوا يعني لا تسالوا ليا راه رجع ضروري البلوى عاوتاني نزيد منهم. المهم شاركت معكم المشتريات اللي غادي نحتاجو في رمضان.